في هذا الإطار أسس المعهد الموريتاني للبحث العلمي في نهاية 74، ووجدتني مدعوا من قبل وزير الثقافة الذي لم أكن أعرفه ليقول لي إنه يقترح علي رئاسة إنشاء المعهد. فبالطبع تفاهمنا على الشروط، وكان منها شيء جد من المفيد أن أذكره، فقلت له إني لست في حزب الشعب ولن أنتمي إليه. فقال لي هذه ليست مشكلة. قلت له ثانيا، البحث لا يرتبط بالسياسة ولا يرتبط بالحكومات، لأنه متعلق بصميم الدولة الموريتانية وهويتها. ولا تسألني عن أي باحث ما هو انتماءه السياسي، حاسبني على ما هو برنامجه، فإذا كنت تستطيع أن تضمن لي هذا فسأتولى هذه المهمة، وإلا فإني أعتذر. وبدأت عملي به في يناير 75. كان هذا المعهد عليه أن يضم الأبحاث الأثرية التي كانت في جامعة دكار، وأن يضم أيضا موسوعة المختار الحامد وبعض البرامج التي كانت خارجية، وهي الأبحاث الأثرية. في بالطبع هذا الفريق كان يقوم بالأبحاث الأثرية في كم صالح وتوداروس، وكانت فيه الأبحاث ما قبل التاريخ في ظهر تيشيت التي كان يقوم بها الأستاذ إيغو وابنه والفريق الموجود. ومعروف أن هذه المسائل مهمة جدا وينبغي أن تحيا. كم بصالح هي عاصمة غانا، وأوداغوست هي المدينة الشهيرة، والقرى التي هي على ظهر تيشيت هي أقدم مستوطنة إنسانية في إفريقيا. كان عن المعهد أنه في الأول يبدأ بالعلوم الإنسانية، ولكن أنه سيتوسع إلى العلوم الصحيحة ويصبح مثل المركز الفرنسي للبحوث العلمية. بالإضافة إلى هذه المهام العادية، كلف المعهد بمهمتين اعتبرتا ذات أولوية، وهما جمع المخطوطات وتولي الجانب العلمي والفني لتسجيل المدن الموريتانية في التراث العالمي. كان الاختيار على أساس أننا نقوم بحملة دولية. الحملة الدولية كانت شيئا كبيرا. كان طلب الحملة مسألة مثيرة، لأنها تتطلب قرارين من المؤتمر العام لليونسكو والجهاز التنفيذي. قرار أول من المؤتمر العام بالإذن بإجراء الدراسات الفنية لمعرفة هل يمكن قبول أن تكون فيه حملة دولية، ثم يعرض هذا القرار على المؤتمر العام أو في حالتنا نحن على المجلس التنفيذي إذا ما فوضه المؤتمر العام. وبعد عرض التقارير الفنية، فإذا قبل يأذن للمدير العام بأن يقوم يلقي نداء دوليا للتضامن من أجل حماية هذه الآثار. فبالطبع كانت لنا علاقة طيبة مع اليونسكو، فاخترنا مهندسا مصريا، هو الآن أكبر مهندس في مصر وسبا سامح العدالي. وسأقول مسألة يجب أن تؤخذ بموضوعية، إن القرار الذي اتخذه المؤتمر العام في قراره دونك العام 78 سقطت منه مدينة ودان، فكان يتضمن 3 مدن فقط، وسقطت مدينة ودان في ذلك التاريخ. كان من الصعب أن تعيش، لأنه القرارات تصدر مكتوبة تنسيل بعد أشهر من المؤتمر العام. ففوجئنا بأنها سقطت، ولكن خرج قرار بدون ودان، فكان لابد من أن نعيد ودان إلى هذه المدن، وهذا مكان طبيعي. فكان السعي لدى مسؤولي اليونسكو، وبالطبع بو كان مقتنعا بأن هذا تاريخيا غير مقبول وعلميا غير مقبول. فسامح العليلي في تقريره الذي عندي تناول المدن الثلاث، ولكنه أوصى بأن يضم المجلس. ثانيا، نحن استدعينا مدير الثقافة ومدير التراث وأوصيا بأن تضم ودان. ولذلك عندما جاء قرار المجلس التنفيذي ضمت ودان.